حكينا بحلقتنا قبل عن مدعي النبوة اللي هالفترة طلعوا على السوشيال ميديا وأبدعوا الصراحة، بس كان للنبي نشأت الحصة الأكبر بالانتشار والشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي. النبي نشأت من فترة هدد أهل مصر أنه رح يصير عندهم زلزال بس لأنه غضب عليهم أنه تمسخروا عليه واستهزأوا بهي النبوة. المهم المديرية العامة لأمن الدولة بلبنان أوقفت نشأة منذر بسبب اتهامه بعدة جرائم، وأبرزها وأولها ادعاء النبوة وتهديده مجموعة من الإعلاميين والإساءة لدولة صديقة اللي هي جمهورية مصر. حالياً نشأة خاضع للتحقيق. هيبة ادعاءه أنه نبي أتوقع نسفت وطارت. التفاعل كان كمان كبير على هذا الخبر، مثل جوزيف اللي عم بيقول لا بكرة بيصير يقول ولبث في السجن بضع سنين وما تعملوا له قيمة يا عمي. أما فيكتور فعم بيقول السجن مجرد كارما وكله منك يا كارمن، قصده على كارمن شماس. أما طارق فعم بيقول ناقصه بس تفسير أحلام للسجناء وخالصين يعني. تعليق بن علي بيقول مصادر موثوقة إن الصوت الذي سمع في سماء لبنان هو غضب السماوات على توقيف النبي نشأت. مجد عم بيقول طول بالك سيدنا، ستخرج وتحكم لبنان، سيدنا يوسف انسجن وحكم مصر.